عندما نفكر في القاهرة لا نرى إلا الطرق المزدحمة والمباني الشاهقة والقليل من الأماكن العامة الخضراء، فكان تغيير كل ذلك بمنزلة تحد كبير. قامت وزارة الإسكان بالعديد من المشروعات لتطوير مناطق محددة داخل إقليم القاهرة الكبرى، وفي وضع استراتيجية متكاملة للقاهرة الكبرى، تطوير كافة المناطق اللي بتطل على الميادين الرئيسية وتحسين الصورة البصرية فيها بشكل واضح، وزيادة الربط وتأكيد الربط بين القاهرة التاريخية والقاهرة الخدوية كقلب القاهرة النابض والمهم. الحقيقة أن يوانا بيتات كانت من خلال الخبرات الدولية والمحلية شاركت وزارة الإسكان في العديد من المخططات الهادفة إلى رفع كفاءة المناطق القائمة. ميدان عابدين من أقدم وأعرق الميادين في القاهرة لما له من مكانة تاريخية عظيمة، وهو عمل مشترك ما بين اليوان هابيتات والهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللي يهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة المكان. المكان كان عبارة عن ساحة انتظار سيارات وتحول الآن إلى متنفس أخضر للمجتمع المحلي والمجتمع الأكبر من المجتمع المحلي. وما زاد من تميز الموقع هي أماكن الجلوس التي ستجعل الزائرين يتمتعون بروعة المعالم الأثرية المحيطة بالميدان. الميدان دلوقتي احسن من الاول بكتير. لا، في فرق طبعا في المكان جامد جدا. الخضره اللي زادت، الزرع اللي زاد، الاضاءات اللي زادت. يعني انا بقول ما شاء الله الميدان في منتهى الجمال، ومنطقه وسط البلد عموما يعني فيها اهتمام جامد وفيها شغل كبير. باجي العب هنا واستمتع، انا واصحابي يعني بنيجي نلعب هنا كده، نفضل نلف شويه وكده يعني. وبذات الروح الاخاذه شهد ميدان التحرير تطويرا ملفتا، وده كان تعاون كبير ما بين وزارة الإسكان، وزارة السياحة والأثار، محافظة القاهرة، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، شركة مصر للصوت والضوء. كل هذه الهيئات تعاونت في إزاي يبقى في مشهد مختلف بيبرز جماليات القاهرة. وأبرز سمات هذا التطوير هي المسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والمساحات الفسيحة، فضلاً عن تصميم الإنارة بصورة خلابة تعطيك في المساء شعوراً بالبهجة. تطوير وتنظيم شكل اللافتات بتاعة المحلات اللي موجودة، تم إزالة كافة التعديات أو المخلفات اللي كانت موجودة مع مرور الزمن على الدور الأرضي والمحلات في ميدان التحرير، وطبعاً إلى جانب تطوير الوجهات نفسها. وسينبهر كل من يمر بهذا الميدان الذي يمثل نقطة تلاق في قلب القاهرة. الميدان اتطور جدا، بقى فيه دكك نعرف نقعد عليها، بقى المنظر الجمالي للخضرة كتير، بالليل طبعا المنظر تحفة وجميل، وهو منطقة سياحية في العموم، فطبعا تطوير مهم لمصر يعني. والله أنا لأول مرة أشوف الجمال في الميدان كده، وبالنسبة للمسلة الجديدة وبالنسبة الحديقة اللي عاملينها والكراسي، شتان فرق من حوالي سنتين ثلاثة ودلوقتي، يعني الميدان بسم الله ما شاء الله عليه يعني. بقى أجمل من الأول، وبقى في خضرة كتير، في دكك الناس رايح عليها، المنظر بقى أجمل. والأهم في جانب التطوير أنه تمت إزالة أي منظر يشوه الميدان، وذلك لإظهار المعالم الأثرية في حلة تستحقها وبدرجة جمالها الحقيقي. بشكل عام يعني اللي بيحصل النهاردة في مصر كلها بكل محافظاتها، أعتقد أنه نقلة معمارية عمرانية، يعني بتنقلنا في مساحة أخرى من التعامل مع جودة الحياة بشكل عام في الفراغات العامة. ويعد هذا التطوير حلقة في سلسلة طويلة من التخطيط المتواصل لديمومة تحسين معالم المدن المصرية لتضاهي العمارة لكبرى العواصم العالمية ولتكون في طليعة مدن المنطقة.